مرحبا بكم عشاق السحر المستديرة، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام بالجولة 27 من الدوري المصري، حيث تقام المباراة اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019. تابعونا نهاية الفيديو لمزيد من التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. ويدخل فريق الأهلي هذه الجولة القادمة ويحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، كما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة. وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش والمغرب. وتزاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات النقل لها بالتفصيل يوميا.